البرنامج برعاية روابي. بالتأكيد مشاهدين الكرام اللي رجعنا لكم بعد هذه الفقرة الدينية اللي دائما ما نعتبر شهر رمضان المبارك شهر الهداية شهر الغفران، وكما قلت قبل شوي أنه آخره عتق من النار. صحيح، وبفقرة هدى للناس بنحب يعني أنه نحن نحكي عن هذه الأمور ونحكي عن الأمور اللي لها علاقة بالهداية، وبأنه نحن بشهر رمضان المبارك نستغل هذا الشهر الفضيل لعمل الخير، نستغل هذا الشهر للتقرب من الله عز وجل، يعني حتى ولو أنه بس هذا الشهر، ولكن المهم أنه الواحد يعمل يلي بوسعه عشان أنه هو يعني يغير من نفسه شوية. صحيح. أيضا رمضان الشيء المميز فيه أنه نجلس مع أنفسنا ونراجع ونشوف الحياة كيف كانت قبل وكيف هي في الأيام الحالية. شهر رمضان المبارك بالتأكيد كان في عادات قديمة تغيرت مع تقدم الوقت والتطور اللي بنلمسه في الأيام الحالية. شهر رمضان بين الماضي والحاضر. صحيح. أيضا عثمان لما نقعد مع أهلنا على سفرة واحدة بصيروا أبياتنا يتذكروا الأيام القديمة، بصيروا كمان إذا في يعني عنا جداتنا وأجدادنا يعني على نفس السفرة كلنا قاعدين، وبعد الإفطار وقبل الإفطار بتحسهم عم بحكوا لك أمور قديمة وقصص قديمة حلوة يعني كانت موجودة من زمان. إحنا من أول رمضان وإحنا عم نحكي عن نابلس بشهر رمضان بنابلس أو بغيرها من المدن الفلسطينية، نابلس فلسطين كلها يعني. صحيح. بين الماضي والحاضر كيف كانت، ولكن كل شخص بنستضيفه بيحكي لنا قصة بتختلف عن الثانية، ولكن كلهم بيتفقوا على شوية معايير. صحيح. موحدة. الأمور اللي بيتفقوا عليها هي المعايير أو القيم، خلينا نسميها القيم الحقيقية اللي كان يتغنى بها المجتمع الفلسطيني، مش فقط في نابلس، في كل مدن ومحافظات الوطن الحبيب. اليوم في فقرتنا رمضان بين الماضي والحاضر نستضيف ضيفنا في الأستوديو الأخ أبو الشريف منى. مساء الخير، كل عام وانت بألف خير. أهلا وسهلا فيك. أنتم بخير وأهلكم بخير. الله يسعدك، رمضان كريم. والله أكرم. كيف أجواء رمضان معك؟ حلوة. بتحب رمضان؟ بموت فيه. ليش؟ خلي بس يعني نحكي للناس. جو رمضان في نابلس خاصة له ميزة خاصة، الحالات الاجتماعية، العلاقات العائلية، تجمع أبناء وأبناء أبناء الواحد بلاقي فيها نوع من اللذة والمتعة. يعني هذه بفقدها بالأيام العادية إلا يكون في إشي يجمع دهو رمضان. طب سيد أبو الشريف، إحنا من أول رمضان أول حلقاتنا ببرنامج هوانا الوطن وإحنا عم نحكي عن رمضان في نابلس بين الماضي والحاضر ورمضان بباقي المدن الفلسطينية، أنا حابة أعرف رمضان من تجربتك الشخصية من زمان، كيف كان رمضان معك؟ رمضان كان يعني أيام الأردن وأيام كانت الوضع مش احتلال، كانت أجمل، يبقى فيها سوق نازل، يبقى فيها الناس تخرج تزاور، العلاقات الاجتماعية. الاحتلال خفف من هذا الموضوع، وجد قطيعة بالحالة الاجتماعية في داخل المدينة نابلس أو في داخل المدن كلها. يعني للأسف الشديد يعني بتمنى يرجع العلاقات الاجتماعية بين الناس، إن كان أب والابن والأخ والأخت، يعني هذه كمان لازم يكون في لها مشوار وفيها تعب كإعلاميين، إنه يكون هناك نوع من التوعية الاجتماعية. يعني أنت بتقول إنه زمان كانت العلاقات الاجتماعية أقوى من الأيام. السبب بعيد عن الاحتلال، ما بدنا نحط كل شيء في الـ في الـ في الـ في الاحتلال. لا فيش احتلال ولا أجمل من رمضان في نابلس. بتشوفش إنه السوشيال ميديا الإنترنت وكل هاي الأمور يعني بعدت الناس عن بعض؟ هذه مشكلة كبيرة. الإنترنت لم يستغل بالطريقة الصح، يعني اللي عملوا يستعملوه لإساءة للمجتمع ولل
الناس بشكل عام. يعني لما تكون واحدة اختيارها جايين أولادها عندها يزوروها حاملين كل واحد التليفون ونازل على النت، طب هذه مش علاقات اجتماعية. يعني حتى في بعض الأحيان الزوج والزوجة عم نتبعوا بيحكوا مع بعض بداخل البيت، وهذه مصيبة. طب حاج أبو الشريف، من بعد شوي عثمان عن النت بدي أحكي عن السوق نازل. حكيت لي من زمان كان السوق نازل، طب هالأيام في كمان السوق نازل، وقبل فترة كان بحارة القريون أظن السوق نازل، ويعني هو سنويا يقام هذا الفعاليات. إيش بختلف؟ ليش تحكي لي من زمان غير؟ في فرق بما أنك أنت يكون من داخلك العمل بما يكون إشي من فوق العمل. يعني العمل الاجتماعي مش بالطريقة هذه. يعني أنا من الناس اللي عملت العمل التطوعي في مدينة نابلس 76، وكان في إنه نشاطات رغم الاحتلال، لكن إحنا لما بيجوا إخواننا وشبابنا بيعملوا هذا الشيء، هذه ميزة حلوة. لكن مش بالسابق، السابق كانت تلقائيا الناس تنزل تلقائيا يروح على السوق نازل، تلاقي البياع الخضرة، بياع السوس، بياع، يعني كل هذه الامور تلقائيا. اليوم ما في منها، يعني مش انه يعني كانوا يشاركوا لان هم حابين يشاركوا، مش لانه والله في فعاليه احنا بنكون فيها بالضبط نظهر فيها. يعني في فرق شيء. يعني انت يعني حضرتك انت كمذيعة التلفزيون في فرق بين ما ان افرض عليك الخبر او العمل بدك تعمليه بين ما تاخذيه من اريحيه بنفسك برحابه صدر، خلينا نسميها برحابه صدر. يعني طبعا طبعا اي عمل، اي عمل. يعني انا لما جيت على اساس انه انا معني ان اوصل هاي الرساله للمجتمع الفلسطيني وخاصه النابلسي. يعني احنا يعني نابلس بحبي انه يرجع العلاقات الاجتماعيه ترجع لسابق عهدها. يعني انا بذكر في 76 كان في العلاقات الاجتماعيه شيء رهيب. يعني كانوا اليهود يعملوا منع التجول، الجيران مع بعضهم، أكلاتهم مع بعض، يقعدوا مع سوا. طب حلو، نتحدث عن هاي اللحظات. هاي اللحظات. إحنا أنت مواليد أي سنة البركة؟ أنا الحمد لله سنة 44. ما شاء الله. ما شاء الله، يعني قبل. يعني 76 سنة. ما شاء الله. لساته شاب. شباب. لساته شاب. طب نتحدث عن رمضان. إمتى أول مرة بتصحى على رمضان كان، وإمتى أول مرة بتصومه؟ أول مرة بصومه يمكن من 12 سنة. الأول ما كنتش بصومه. لانه كانت في بتعرف الطيش وشغل ويعني الواحد. ولكن امتى بتذكر اجواء رمضان من زمان؟ بالاربعين او بلاش الاربعينات كان لسه بيبي، فايام الخمسينات والستينات بتذكر رمضان كيف كان؟ حلو. كيف كان؟ كان يعني طب ايش بميز؟ انت 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 لما يحكي عن الشيء القديم بتاخذ يعني نهدة طويلة، نفس عميق، وبتحكي حلو. ايش كان يميز؟ في عندك مدفع رمضان. يا ريت لو هي موجوده، يا ريت. لا حكينا فيها هذيك المره انه ما في ميزانيه لمدفع رمضان. ما بيلزموش ميزانيه للاسف الشديد مدفع رمضان، لانه شرايط كانوا يستعملوها مع شويه كحول. يعني مش المشكله الكبيره. كان لها ميزه، يبقوا الناس يستنوا المدفع لما يضرب، بعدين يأذن المغرب. يعني شيء يعني رونق خاص في نفوس البشر. صحيح. اليوم ما فيش، اليوم بيستنوا الأذان ليأذن، أو بالأحرى بيستنوا التليفون لما يرن لهم ويفطروا عليه، مش زي أول. يعني هذه كان يعني. طب هي كمان نابلس كبرت يا حج. نابلس زمان في السبعينات ولا في الستينات مش زي نابلس هلا. أنت بتحكي عن أكثر من 80,000 شخص في المدينة. بعيد عن زمان أول نابلس. نابلس كانت حلوة من زمان، بالرغم من قلة الأموال وقلة الأوضاع بشكل عام، لكن كان في هناك تكافل، كان في محبة، كان في علاقة، كان في إشي روحية يشعر الواحد بجاره إنه والله أكل ما أكلش، صام ما صامش، يعني يلاحوا بعضهم. اليوم ما فيش. ما في، ونفتقد لهاي الشغلات يمكن بهاي الأيام موجودة. صح. ولكن مش بالطيبة اللي كانت موجودة قبل. بتذكر أيام نابلس، أيام قبل فك الارتباط، ومتذكر لما كان يضرب المدفع في الأطفال بحبوا يفطروا على السريع وينزلوا للشارع اللي بكون فاضي طبعاً. وما كان في السيارات الكتيرة الموجودة هلأ بالشوارع، كانت أفضل شوارع. بتذكر هاي الأيام كيف كانت؟ يعني كانت أول إشي زي ما حكيت السيارات كثرتها كمان إلها
مشكله، يعني مشكله السيارات تعدادها اكثر من السكان صار. صحيح هذه مصيبه. صح. صح يعني حتى يعني بستغرب انه احنا بوضع احتلال، وضع اقتصادي سيء بنقول، لكن انا بستغرب منين بيجيبوا كل هذه الامور وبيزتوها بالشوارع. وشعب الجبارين يا حج تحت البلاطه كله. انا بدناش ندخل في المواضيع كثيره. طيب يعني اذا كان بدنا ندخل معناته بدي احكي عن اشياء كثيره في قلب الانسان. بس ما كان في يعني الازمه الموجوده هلا، يعني يمكن انت جاي هلا شفت الازمه الموجوده برفيديا وشفت الشوارع يعني ما وصلت لو زهقان حالي. يعني سيارات عكسيه، سياره جنب سياره، شغلات مش طبيعيه. طيب. وهذه كمان لها شغلات لازم السلطه او البلديه تكون بواجبها بهذا الموضوع والشرطه. طيب احنا كمان بنحكي عن الماضي، على سيره الماضي، اكلات الماضي. اكلات الماضي نابلس. نابلس احنا يعني احنا كنابلسيين او عايشين في نابلس بنفتخر باكل نابلس، مش بس هون كمان برا. يعني لما نسافر بنحكي احنا من نابلس، من الشام، من دمشق الصغرى. جمال رمضان بالاكلات. يعني في عندك المفتول، المناسف، في عندك المقلوبه، عكوب، في عندك الصواني الكفته وصواني اللحمه. اكثر اكله بتحبها برمضان؟ اكثر اكله بحبها ولا كله؟ يعني ما عنديش في نوع معين حتى اقول عليه، لانه اي شيء بطبخه اولادي او زيجان اولادي باكله بلاقي فيه لذه. شكلك انت يا عثمان بتحب كل شيء، ابو جابر بتجبر كل شيء. انا والله شو ما بكون موجود باكل. صح. وانا هو اصلا جمال الشيء انك تقبل بنفسك عادي. طبعا طبعا. اما بدك تحدد نوع معين حكي فاضي. طبعا طبعا. طب نتحدث عن زينه رمضان، اكيد كنت تشارك اهلك بزينه رمضان او تشتروا دائما فانوس رمضان، هذا معروف عند الاطفال، كان دائما لما يجي رمضان لازم يشتروا فانوس رمضان، والاذاعه يمكن بتصير لها بتحط اغاني معينه، تلفزيون يمكن كان وقتها تلفزيون بس الاردني، وكان في اذا كان اصلا في تلفزيون، اذا كان في تلفزيون هذا التلفزيون المصري والتلفزيون الاردني، كان هذا الحكي بالستينات. يعني لو بدك ترجع الى الماضي ما فيش شيء اصلا رفاهيه بالشكل الموجود حاليا، الرفاهيه الموجوده حاليا شيء يعني فوق الطاقه. يعني كنا نعرف انه ننزل نلعب بنانير، ننزل نكسدر مع بعض، هي احنا عشناها كمان يعني فتره البنانير احنا عشناها واحنا صغار. يعني القلول احنا كنا نحكي لها قلول، هذه كانت يعني كان واحد يلاقي فيها نوع من المتعه. اليوم بتلاقي يا اما البليفون يا اما بده يروح القهوه يلعب شده او ببجي الى اخره. يا اخي مدينه نابلس تفتقر لشغلات كثيره. مسرح ما عندناش. مسرح، المسرح اهم شيء. كنت تروحوا على المسرح برمضان او هي قصه ثانيه على فكره. 76 عملنا مسرح الزيتون. صحيح. شو كان يعرض عليه المسرح؟ انا شخصيا كان اخواننا ورفاقنا عملوا مسرح الزيتون، وكان ايامها بسام الشكع ب 76. طلبوا الشباب مني ان اطلب من بسام نعمل مسرح، اعطانا قاعه من قاعات البلديه لمكتبه البلديه، طلبنا من خشبه المسرح برضه اعطانا اياها، عملنا مسرحيه باع الصبر. تصوري انه 9 حفلات يعني ما فيش في وسع على واحد ممتلئه. خلينا نسمع. كان للاسف الشديد عندنا نوع من الثاني الاخر بدناش نحكي عنه، حاولوا يهاجمونا، حاولوا ينهوا المسرح. يعني المسرح حياه جميله، متعه جميله كثير كثير، بتمنى يرجع المسرح لوضع الطبيعي. حتى كان في عنا يعني متذكر بنابلس، يمكن مش على أيامه ولكن الأيام أبياتنا وأجدادنا، كان في سينمايات بنابلس كتير، يعني كان في كذا واحدة مش بس واحدة، يعني كان عدة سينمات، كان في تقريبا ثلاثة أو أكثر. بس السينما لا تغني عن المسرح، والمسرح كمان مهم لأنه في الفنانين بيأدوا رسالة عليه وبيعملوا أشياء وهذه مهمة جميلة. صحيح. أنا حابة أعرف كمان عن قبل ما يصير في إغلاقات وقبل ما يصير في التنقلات الصعبة بين المدن، أكيد كانت الطرق مفتوحة بشكل أسهل من هلأ، كنتوا كيف كانت طبيعة التنقل؟ مثلا ممكن إذا أنتوا قاعدين سهرانين بالليل جعبالكم تروحوا عيافة بتروحوا؟ هذا الحكي لما كان قبل الاحتلال. قبل الاحتلال، قبل الاحتلال يبقى الواحد يخطر بباله يطلع العمان بالليل. يطلع عادي.
حتى قبل ممكن خلينا نحكي بدون حواجز وبدون احتلال وبدون وبدون حتى قبل التسعينات كانت أسهل شوي يمكن وقبل لا والله كان في إغلاقات أكثر من الحالي يعني كان تتفاجئ بيكون رايح على طول كريم تتفاجئ بحاجة تلقائي جاهز حاجز طيار هيك مباشرة يعطل الناس عن مواصل طريقهم يعني لو الطرق قلبنا المواجهة احكي احكي شو احكي احكي عن أصل اللي جلتنا ندخل بالسياسة ولكن احنا بدناش ندخل بالسياسة والامور النكدة هيك شو نحكي يعني بدنا نحكي بالاشياء الحلوة احنا هون احنا نتذكر ايام زمان يا حاج نتذكر ايام زمان ايام زمان الحلوة ايام زمان زي ما حكيت لك الاشي اللي افتقدناه من زمان هل بيجي ببالي نخوة الناس مع بعض حدا بتاني بلد بخاف انه يكون في حاجة بتخاف تتأخر بتخاف يصير اشي قبل كنت اروح على اي منطقة بأريحية حتى بعض احيان روح ماشي 14 سيارات اليوم بالسيارات ويا دوب تعرف تروح محل حضرتك مواليد مدينة نابلس مواليد مدينة نابلس فعاصرت نابلس من الاربعينات لهاي الايام لو بنيجي نعمل مقارنة بسيطة بتحب هاي الأيام ولا بتحب الأيام الماضية وشو الإشي اللي بنقص بهاي الأيام تتمنى من الأيام الماضية يرجع لليوم أنا حكيت لك العلاقات الاجتماعية يعني الأربعينيات كانت العلاقة الاجتماعية زي ما حكيت لك ترابط علاقة الأب مع أبوه الأخ مع أخوه الكل اليوم ما فيش ما فيش الأب يعني إذا ما رباش ابنه صح بتلاقي مش الآن فيه ما يعني بتركم مش يعني والأب نفس الإشي يعني مش بلوم الأبناء برضو الأباء لهم حصة كبيرة بالموضوع طب يا حاج زمان زمان ما كانش فيه زمان علاقة مع الأب مع أبوه عرض الله يبقى زي السيف مش مجال إنه حتى لو كان الأب على خطأ يمشي ابنه معاه طب وين كانوا يلتقوا العلاقات كمان اختلفت صح بالضبط يعني بتذكر يمكن بالزمانات بنشوف من الافلام والمسلسلات القديمه كانوا يلتقوا بالمقاهي يلتقوا هناك في القهوه وفي الحمامات الشاميه القديمه الحمامات الشاميه كانت حده حمامات عندنا في مدينه نابلس قرابه 10 12 حمام سهرات الحمامات تبقى بالليل شيء رهيب خاصه برمضان اليوم ما فيش يعني بدك تروح على الحمام او بدك تروح على الحمام بدك تدفع 60 70 شيكل ما هو بجيب 76 شكل يعني بيه. يعني زمان كمان يمكن ما كانتش يا حاج الحياة الاقتصادية أصعب من الأيام هاي صح؟ كانت سيئة الحياة الاقتصادية سيئة أسوأ من الأيام هاي لا اليوم اقتصاد رهيب يعني الأيام هاي أفضل اقتصاديا أفضل بس تكاليف الناس زادت في الأيام هاي صح؟ تكاليف الناس ما هو بدنا نيجي للاقتصاد ووضع الاقتصاد لو أنا بدي أحكي على الاقتصاد ما هو احنا عندنا مشكلة وزارة الاقتصاد بتقول سعر كيلو الدجاج ب 17 شيكل قديش بنباع بالسوق ب 11 شيكل اذا وزارة الاقتصاد عمالة بتسيء للناس بهذه الوضع يعني مواصلات قضية المواصلات كمان مش مصيبة شو رفع الاسعار بشكل مهير مشاكل ما بيتخيلوش انسان يعني في داخل منطقة فلسطين المحتلة اسعارها ارخص من عندنا مع العلم الدخل عندهم شيء رهيب هي يمكن مش ارخص يعني هناك برضه في اسعار مرتفعة ولكن في ممكن غلاء معيشة وفي امور احنا لانه بنضلنا مش يعني دولة احنا دولة تحت احتلال فلي في صعوبات يعني والايام بتختلف يعني الايام بتختلف يا حج لكن يعني قبل الختام احنا متاكدين بانه الاشخاص وان اختلفت الايام واختلف التاريخ واختلف الوقت لكن الاشخاص الاطياب امثالك بضلهم موجودين اللي بنشر الخير في في المجتمع ومن شعبنا الفلسطيني خاصه والنابلسي عامه انه يرجع العلاقات الاجتماعيه لوضعها الطبيعي ان شاء الله تكون علاقات محترمه مشاكلنا اللي عمال بتحصل يوميا من مشاكل الطوشات ومشاكل العائليه هذه تنتهي ان شاء الله من الله انها تنتهي ان شاء الله يعطيكم العافيه الله يعافيك يا رب رمضان كريم وان شاء الله الله يعيده علينا بالخير والصحه ان شاء الله بشوف تلفزيون نجاح لاعلى وافضل منا حاليا ان شاء الله واتمنى لكم كل خير كل خير تسلم يا رب كلك ذوق وان شاء الله كمان انت كمان كل ايامك تكون جميله وكلها احنا بالنسبه لنا خلص ايامنا الربيع لسه يا حاج شباب والله شباب يا حبيبي مش مجامله لا والله شوف ما شاء الله شباب حبيبي الانسان إلى
فترة معينة بدي أعيشها، عشناها الحمد لله. يعني هلقيت بالخريف يعني نعمة إنه أوجد ناس أبنائي يوجدوا يحكوا معي برضو وحكوا. اللي ملوش كبير ملوش تدبير صح؟ شكرا لكم، الله يسعد مساك، الله يرضى عليك. Thank you.